حبيت لو تسمحوا يعني اغتنم الفرصة لتوجيه تحية احترام إلى لاعبي فريق اتحاد وجدة ومدربهم والطاقم الفني على الشجاعة هذه اللي نعرف في مباراة قدموا مباريات جميلة جدا رغم الظروف الصعبة. فأنا كرياضي نحترمهم، نحترم شجاعتهم الشبان، نحترم العمل الكبير اللي قوم به زميلي فوزي جمال مع المساعد مروان في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة، تنقلات بعيدة جدا في زمن قصير. لذلك لا أريد أن أعطي قيمة أكثر لهذه النتيجة أكثر من اللي هي 3 نقاط، احتراما صراحة للمنافس وشجاعة اللاعبين. هذا هي ملخص رؤيتي لهذه المباراة.